برحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه سهام، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، وبالتاكيد طبعا يعني كواليس مهمه جدا لمباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي، اللي بنتمنى اكيد يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي. المباراه الاولى التوفيق غاب عننا، اهدرنا فرص عديده جدا، بنتمنى ان شاء الله هذه المباراه لعبتنا تكون في قمه التركيزه والتوفيق، لو معانا ان شاء الله الامور هتتغير بشكل كبير جدا. الكوره فيها كتير جدا يا كابتن هاني رغم الظروف الكبيره والجو والرطوبه وصعوبه المباراه، لكن ان شاء الله مع الثقه الكبيره والتركيز والاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله نعدي هذه الخطوة. عايز أطمنكم طبعا بشكل عام على الأمور الخاصة بفريق النادي الأهلي، اليوم كان عامل إزاي، وصلنا زي طبعا كابتن هاني ما ذكر يمكن سفير حمد شعبان مع الأستاذ عامر فاروق طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة، كان ليهم دور كبير جدا في نهائي الإجراءات الخاصة بتوجهنا توجهنا إلى فندق الإقامة يعني مع أفريقيا ومع الأدغال بتاعة أفريقيا، يعني فندق الإقامة جيد جدا وطيب جدا، بيساعد أكيد لعيبة النادي الأهلي على التركيز فقط، لكن الرطوبة عالية جدا وده أمر حابين نتكلم عليه ونأكد عليه. عارفين النادي الأهلي قبلت الامور دي اكتر من مره، لكن بنشرح الامور وبنقول الحقيقه لان الصعوبات ما بتكون موجوده، والنادي الاهلي بيستطيع ان هو ياخد خطوه للامام ويحقق نتيجه ايجابيه في ظل الظروف دي، يحسب للاعبين والجهاز الفني، بيكون تهيئه مميزه جدا سواء من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وتوفير طائره خاصه لاستعداد بيسو موسيماني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع جلسات اللاعبين، كل الامور دي بنتمنى يكون ليها مردود كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في مباراه يوم الثلاثاء، رغم المباراه هتكون 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا 3 عصرا بتوقيت مصر، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في هذا الميعاد المناخ يكون طيب معانا، لعبتنا تكون في قمه التركيز. النهارده يا كابتن هاني زميلتي سهام التدريب كان جرعه تدريبيه قويه وشاقه جدا، وكان فيها حماس كبير واصرار كبير من لعيبه النادي الاهلي، يمكن اتكلمنا وقلنا الحماس والجديه دي كان ليها تاثير عكسي شويه، بس الحمد لله اطمنا على اللاعبين. الكوره كانت مشتركه قويه جدا بين محمد هاني وصلاح محسن، كان في كدمه قويه وجرح بسيط جدا لمحمد هاني، لكن برجولته الكبيره وباصرار كبير محمد هاني على طول يمكن تدخل الجهاز الطبي ليه للنادي الاهلي وقام باسعافه مباشره، اكدنا وطمنا مع دكتور احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، سيكون متواجد محمد هاني غنى في التدريب بكل قوه ان شاء الله يكون له دور كبير في مباراه يوم الثلاثاء. عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر يمكن لم يشاركوا في التدريب الجماعي، لكن هي امر اجهاد فقط لا غير، هيكونوا ايضا كمان متواجدين غدا. كل اللعيبه النهارده يمكن خدت الانطباع بقى كابتن هاني للترتان، الترتان قديم وبقى له فتره كبيره جدا 8 سنين الترتان ده ما اتغيرش، فالترتان القديم ده بيزود الصعوبه، ممكن نقدر نقول لو ترتان جديد كان هيبقى بيسهل شويه على لعيبه النادي الاهلي رغم صعوبه الامر، لكن ترتان قديم ده صعب شويه مع الرطوبه، لعيبه النهارده عانت بشكل كبير جدا من التدريب، لكن بناكد في كل مره رغم الظروف رغم الاصابات رغم غياب علي معلول بقيمته الكبيره، رطوبه حر وجود جمهور، كل الامور دي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مركزه فيها بشكل كبير جدا، هو هدف وحيد ان شاء الله ان احنا نرجع بثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في شكل المجموعه، ومنها ان شاء الله نوصل للدور نتاهل لدور ربع النهائي. عايز اقول لك كمان يا كابتن هاني زميلتي سهام عقب انتهاء العشاء مباشره مش جديد على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي مباشره اجتمعت مع بعض بعيدا عن الجهاز الفني، الكل بيتكلم على اهميه المباراه، كل واحد بيحفز الثاني، عارف ان في جمهور كبير جدا بيساند وبيدعم، فلابد ان احنا نبذل قصارى جهدنا في المباراه، هي من دول لعيبه النادي الاهلي وهي دي القيمه الكبيره للشناوي الايمن اشرف لكل اللعيبه الكبار، وليد سليمان ايضا كمان يمكن بيتواصل بشكل مستمر مع لعيبه النادي الاهلي، مباراه مهمه وليها تركيز كبير واصرار كبير، لكن في الاخر خالص انقصنا التوفيق يا كابتن، يعني التوفيق لو معانا ان شاء الله في هذه المباراه مع التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله نخطي هذه الخطوه. كلنا عايز كمان ادي معلومه لغدا والبرنامج الخاص بيه غدا. اتفضل يا كابتن هاني. اتفضل. لا انا كنت هكلمك بس قبل البرنامج بتاع بكره في جزئيه اتكلمت عليها، طبعا ارضيه الملعب واضح جدا احنا كنا متمينين انها تكون ارضيه يمكن من الجيل الحديث من الترتان، لكن واضح انها يعني سيئه جدا، لكن كل التوفيق لفرقتنا، اكيد النهارده يعني فرقتنا اتمرنت على الملعب الرئيسي اللي هيتلعب عليه المباراه وكمان بكره، وده يعني من لوائح الكاف ان لما بيكون في نجيل صناعي من حق الفريق انه يتمرن مرتين على ملعب المباراه، وان شاء الله التدريب بكره كمان يسهل على اللعيبه. بالنسبه للجماهير يا كريم، في حضور جماهيري ولا يمكن يعني هيبقى الكاف تعليماته بعدم حضور جماهير بدايه من مباراه النادي الاهلي، عدم حضور اي جماهير، ولا يعني في بعض الجماهير هتخش او عدد معين من الجماهير هتكون موجوده يوم الثلاث ان شاء الله؟ بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني قبل ما اكلمك على الجماهير باكد طبعا على نقطه الترتان، النهارده يمكن اللعيبه داست بقى في الارض كلها وخدت احساس الترتان واحساس الباص، لان انت عارف الباص بيختلف من جيل طبيعي لجيل صناعي، فيا رب ان شاء الله باذن الله غدا كمان اللعيبه تتاقلم بشكل كبير جدا على الترتان، ويا رب ان شاء الله ما يكونش عامل مؤثر على لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه للجمهور توقع اي شيء يا كابتن هاني بعد مباراه سيمبا التنزاني والعدد الكبير اللي كان متواجد في المدرجات، التصريحات هنا وكل الامور وكل المعلومات الخاصه طبعا اللي بتاتي من فيتا 3000 مشجع يكونوا متواجدين،
بموافقة الكاف، لكن من الظاهر ومن المتوقع ان العدد هيكون اكبر. يعني 30 مجرد صفيرة الحكم بتنطلق هيبقوا بالظبط يا كابتن هاني، يعني الابواب بتفتح وخلاص بقى الامر بيكون صعب. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان لعيبه النادي الاهلي حاطه في دماغها هذا الامر، جمهور متواجد، عدد كبير متواجد، الطقس يكون سيء، درجه الحراره بتصل 35، الرطوبه بتصل يا كابتن هاني هنا 87، فامر صعب جدا. اكيد انت كنت نجم كبير اكيد يا كابتن هاني وعارف دي اصعب من الحراره يا كريم. الامر ده بيكون صعب جدا لعيبه النادي ده صحيح، اصعب من الحراره نفسها الرطوبه. لكن برضو زي ما انت بتقول يا كريم كل دوت هتحط على جنبه ان شاء الله، نكون قادرين ونبقى رجاله في الملعب، وان شاء الله الصعوبات دي ما يعني لا تذكر في يعني بجانب اصرار النادي الاهلي وعزيمه النادي الاهلي والهدف كمان اللي بيلعبوا عليه ان شاء الله اللي هو الوصول لدور الثمانيه باذن الله كريم ان شاء الله. بالتاكيد يا كابتن هاني ان شاء الله هي المباراه دي هتحسم بشخصيه اللاعبين وروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، بنراهن على كده لان لعيبتنا ان شاء الله رجاله وهتعدي ان شاء الله هذه شاء الله. المباراه الصعبه جدا. عايز اذكركم طبعا باب البرنامج الخاص غدا 10 صباحا بتوقيت كينشاسا، هيكون المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي طبعا بقياده بيتسو موسيماني بحضور محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي. 11 صباحا ايضا بتوقيت كينشاسا هيكون الاجتماع الفني بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز، والتدريب كعادته طبعا 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا هو موعد المباراه ويكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا كابتن هاني دعواتك ودعوات طبعا زميله سهام ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نتخطى هذه الخطوه ويكون لنا حسابات كبيره جدا طبعا في المجموعه، ويكون لنا حسابات بمباراه المريخ ومباراه سيمبا في العوده، لكن ان شاء الله عندنا هدف وفرصه كبيره جدا ان شاء الله ان احنا نعود من كينشاسا الى مصر بثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في التاهل لدور ربع النهائي باذن الله. ان شاء الله نتيجه ايجابيه وكلنا بنقول يا رب. وصل لهم تحياتنا كريم، ان احنا ان شاء الله يعني جمهورنا طبعا جمهور النادي الاهلي واقف مع فريقه، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه هناك. يمكن كلام مهم جدا جدا قاله كريم زميلنا حوالين استعدادات الفريق النهارده لملاقات فيتا كلاب الكونغولي.